السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله هنبدأ كورس تثقيفي لفكرة الـ AI Artificial Intelligence والذكاء الاصطناعي. هنتعرف على الفيلدز بتاعتها وكل فيلد بيخدمنا في إيه، فيلدز مختلفة، كل واحد بيعمل إيه، وظيفته إيه، يفيدني في إيه. هنتعرف على حاجات كتير، ماشين ليرنينج، هنتعرف على الناتشر لانجوج بروسيسنج، على الكمبيوتر فيجن، على ديب ليرنينج، هنتعرف على الروبوتكس ماشية ازاي. هنتكلم حاجات كتير جدا تثقيفية في الاول في الكورس بتاع الاي اي دوت، ونتعرف على كل مفاهيم الانتولوجي الفازي، مش عارف حاجات كتير كتير جدا في الموضوع بتاع الاي اي. بغرض احنا من الاول عرفنا الفكرة رايحة فين، او انا محتاج ايه عشان اعمل ماشين ايمج ريكوجنيشن، او اعمل ايمج بروسيسنج، او اعمل سبيتش ريكوجنيشن، الحاجات دي ايه، وبتاع والفيلدز بتاعت الاي اي عموما نبقى فاهمينها ايه. وفي نفس الوقت السؤال اللي بيجي دايما، طب انا مفترض ايه الباك جراوند اللي اكون عارفها عشان اخش الكورس زي ده؟ الكورس ده اصلا فري، وفي الديسكربشن بتاع الفيديو هيبقى نزل لكم ازاي تشترك وازاي تبقى معانا لو انت عايز. وفي نفس الوقت انت مش محتاج ده، فوق ده كورس تثقيفي بس، مجرد المعلومات تبقى فاهم الدنيا ماشيه ازاي في الموضوع دوت، فمش محتاجه باك جراوند. لكن لو هتبدا تطبق بيها هتبقى محتاج طبعا انك تبقى عندك، بتعرف تطلع برامج، بتعرف تطلع تطبيقات، يتعلم لغه برمجه ما وتعرف تطلع بيها تطبيقات اي كانت هي اللغه. بس احنا يعني نرجح يعني يا اما تشتغل بايثون يا اما تشتغل جافا. لكن احنا في ناس منكم كتير جدا كلمتنا في الموضوع ان هم يا ريت يعرفوا يطبقوا الحاجات دي بعد كده بشكل عملي، بعد ما يكونوا فهموا هم عايزين يشتغلوا ايه. فهنمشي مع كورس الاي اي ان شاء الله، كورس بايثون اللي هم ما يعرفوش اي حاجه عن البرمجه، هنتكلم يعني فروم سكراتش، اللي ما يعرفش حاجه من البرمجه خالص، بحيث ان شاء الله بعد فتره معينه نكون خلصنا تثقيفيا يعني اي بالفيلدز بتاعتها، ونكون عندنا بروجرامنج لانجوج عشان نقدر ان شاء الله بعد كده نخش في ايه، ناخد كده نتسلى كده ربنا يدينا ودي كنت العمر نساله يعني ان هو يوفقنا ونستعين بقى ان احنا نقدر نعمل حاجه ونقدر نعمل برامج ونركب بقى برامج وتطبيقات ونكون مركبين فيها الشغل بتاع الاي اي. فان شاء الله الكورسين هيبقوا فري والتفاصيل بتاعتهم هتبقى موجوده. اهم حاجه اللي عايز يشترك هيشترك، اللي عايز يبص اللي عارف برمجه مش مشكله يخش يعرف الاي اي، اللي عنده اي اي يعني. وبعدين تبدا ايه، تبدا ان شاء الله بعدها على طول نبدا نخش في حاجات عملي بقى نطبق في المجالات المختلفه ديت بلغه البايثون باذن الله.